السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا شباب. احب اهنئ الناس اللي متابعه معانا بقالها 6 شهور. لعبنا جنرال ولعبنا يوم السحب ويوم للدفع ويوم للرجلين، وبعد كده دخلنا في مبتدئين مستوى متقدم. النهارده هنقدم لكم سلسله حلقات هديه باسلوب السوبر ست. السوبر ست باختصار يا شباب ان انت ممكن تدمج بين عضلتين كبار زي عضله الصدر وعضله الظهر في يوم واحد في تدريبه واحده، والهدف من السوبر ست هو توفير الوقت وزياده الجهد، يعني هدفين وحجر واحد. وممكن نستخدم سوبر ست في تمرين العضله واحده زي ما هنعمل النهارده في عضله الصدر. هنلعب 10 عدات بالبار المستوي وبدون راحه هنلعب 10 عدات بالبار العلوي، يبقى كده مررنا زاويتين لعضله الصدر، العضله العلويه والعضله الوسطى. هنلعب 3 جولات بدون راحه بينهم، وبعد كده نخش على تمرينتين تانيين. هيتابع معانا النهارده كابتن محمد ديودار ويشرح لنا اكتر في اسلوب السوبر ست. وطبعا زي ما احنا متعودين في الحلقات اللي قبل كده، لازم ممارسه التمارين القلبيه قبل تمارين الاوزان. والتمارين القلبيه باختصار هو كاردو ولكن مش شديد الكفاءه وما ياخدش وقت كبير علشان الطاقه بتاعتنا ما تخلصش ونعرف نأدي تمارين الاوزان. وبعد التمرين ما بيخلص بنعمل تمارين الاستطاله، وبنعمل كمان من ربع ساعه ل 35 دقيقه كاردو شديد الكفاءه حسب نسبه الدهون في جسمك. النهارده التريد ميل بنبدأ نمشي عليه دقيقة ونص خطوة سريعة، وبعد كده بنجري لمدة 30 ثانية بأقصى سرعة عندنا. ما طولش عليكم، بعد الانتهاء من التمارين القلبية اللي هي مدتها من 5 دقائق ل10 دقائق، مجرد ما بتحس ان جسمك سخن بالبلدي كده بتبدأ تخش على إحماء العضلة المستهدفة اللي هي عضلة الصدر. عز جاهز تعمل إحماء فاضي؟ جاهز يا أبو الكبادة. بس في حد بيتمرن بأحمر ينفع كده؟ مش احنا قلنا الأحمر بلاش؟ حق يا شباب، هات كده التيشيرت ده. بما اننا غيرنا التيشيرت هنغير التمرين، هنلعب بار وهنلعب مع الدمبل. اول حاجه يا شباب هنلعب زي ما احنا قلنا بار فاضي حر، تمام. اهم حاجه على العلامات بتحط ايدك وبتشتغل على الصدر، مستوى الصدر في النص طالع نازل. احماء، ده احماء 10 15 20 عده ما فيش مشكله. اول حاجه بنبتدي باوزان خفيفه زي ما احنا قلنا، تكرار 10 او 12 عده على حسب ما يكون مكتوب في الفيديو. زي ما انا قلت يا شباب على علامات اي علامه، واهم حاجه الصابع ده ما يكونش كده. في ناس دايما بتلعب كده كتير فدوت مؤذي، لو ايدك فلتت هتتعور. اوكي، زي ما قلنا 10 12 عده. دي التمرينه الثانيه، تفتيح فلات زي ما احنا هنشوف. لحظه حبيبي، ده الوزن تقيل زي ما احنا قلنا شباب، غلط انك تشيل وزن تقيل في اول دور. اهم حاجه زي ما احنا شايفين الكوع بمستوى تمام، بالتاني سنه بسيطه بشتغل تمام على صدرك، على صدرك احسن. اوكي، ده بيعمل معايا امتداد لمساحه العضله، بشغل يعتبر الصدر كله. ما انزلش قوي قوي قوي، لو وزني تقيل ممكن اتعرض لخطر. تمام قوي، ما تجيش عند دماغك، قلنا عند الصدر. اوكي، احسنت زي ما انتم شايفين عليا كده. زي ما انتم شايفين خلصنا على البار 10 عدات وهنا 10 عدات، هنستريح من 10 15 ثانيه تمام، وهنزيد الاوزان تدريجيا. اوكي، ملحوظه بالنسبه للسوبر ست، في ناس بتقول العب المجموعه كامله على بعضها من غير ما توقف، دي حاجه ثانيه خالص. اللي عايز يخسس او بيلعب اوزان مميزه بعدين راح نحكي في الحاجات دي. خلصنا التمرين الاولى والثانيه مع بعض سوبر ست، هنخش على الثالثه والرابعه مع بعض برضو البار والدمبل. زي ما انا شرحت في الاول برضو، الصابع، العلامات، مستوى الصدر من فوق تمام طالع نازل احسن تمام. ملحوظة، خلي بالك من وشك زي ما انتم شايفين، خلي بالك من وشك
ممكن بتكلم بلدي شوية أكتر، يمكن في ناس تفهمني ماشي، بس نحاول نوصل المعلومة أكتر يعني. يلا خش انت. تمام، اضبط الجهاز على حسب طولي. تمام، نفس النظام على العلامات. دي التمرين الرابعة، دمبل تجميع مستوى عالي زي ما انتم شايفين. اوكي، زي ما انتم شايفين في ناس بتلف في ناس بتطلع وتنزل عادي، خلينا في الطبيعي عادي خالص، طالع نازل راسي كده ولا لا؟ لا خليك زي ما انت مظبوط. في التجميع بيكون اسهل شويه من الفلاي اللي هو التفتيح، فبالتالي ممكن نزود شويه وزن. خلصنا التمرين الثالث والرابع. تمام، هنقعد 15 ثانية نريح وبعد كده نرجع تاني بالأوزان الزيادة. هنبتدي التمرين الخامسة والستة زي ما انتم شايفين، بار منحدر. دي التمرين الخامسة بدون راحة، هنروح على التمرين الستة بالأوفر. تمام، وهنرجع تاني مع زيادة الوزن هنا. ليتس جو. دي التمرين الستة والأخيرة في السوبر سيت. ملحوظة، في ناس كتير اتكلمت على البول أوفر إن هو بيجيب الظهر بيجيب الصدر، هو بيجيب الاتنين. فيا سيدي هو كده كده عضلتين بيشتغلهم، حاول تركز على العضلة اللي أنت بتلعب فيها. لو عاوز تلعبه في الظهر العبه، عاوز تلعبه في الصدر العبه، بس تركز على العضلة اللي أنت بتشتغل عليها مش أكتر. أوكي، دايما وانا بلعب بحصر وبركز على الصدر اكتر. لما تخلص لو معاك مساعد او حاجه تقدر تديله الوزن، لو مش معاك تسيبه زي ما انا سبته. النموذج الثاني هوريه لكم دلوقتي وبتلعب ازاي للبول اوفر. دي النموذج الثاني في البول اوفر. ممكن زي ما انا قلت لو مش معاك مدرب او صديق تسيب الوزن ورا، او لو تقدر تشيله زي ما هو شاله كده. اوكي تمام كده، تمرينة الصدر خلصت. ست حركات تدريبات سوبر سيت، حركتين للعضله العلويه، حركتين للعضله الوسطى، حركتين للعضله السفلى. بعد تمارين الصدر هنلعب تمارين الاستطاله، وبعد الاستطاله من تلت ساعه لنص ساعه تمارين كاردو حسب هدفك. نشوفكم على خير في الحلقات الجايه. سلام يا كابتن محمد. ما تبص يا عم للناس يا عم. سلام يا شباب. سلام يا رجالة. بعد ما خلصنا تمرين الصدر هنخش مباشرة على تمارين الاستطالة. عندنا ثلاث حركات هنعملهم عشان استطالة الصدر.
كل حركة نعملها 30 ثانية، وضروري قوي تعمل تمارين الاستطالة علشان تعجل عملية الاستشفاء. وبعد ما نخلص تمارين الاستطالة ندخل على تمارين الكاردو زي ما اتفقنا، من 15 دقيقة ل 35 دقيقة حسب نسبة الدهون عندك. يعني نسبة الدهون عندك عالية هتلعب من 30 ل 35 دقيقة، نسبة الدهون عندك 10 12 13% هتلعب من ربع ساعة لتلت ساعة 3 ايام في الاسبوع كويس، او بعد الانتهاء من تمارين الحديد. وطبعا في نماذج كتير من تمارين الكاردو، بتختار اللي يناسبك والمتوفر عندك. يعني لو الجيم اللي انت بتلعب فيه مفيش فيه اي اجهزة علشان تلعب عليها كاردو، ممكن نط الحبل يغني، ممكن المشي في الشارع لمدة نص ساعة يغني، ممكن الجري في المكان يغني، حسب ما متوفر عندك تلعب الكاردو اللي يناسبك. ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنرفع لكم تمارين الظهر سوبر سيت. التمارين دي يا شباب بتنفع الرجال والسيدات، والاوزان اللي بتلعب بيها بتختلف من فرد للتاني، كل واحد حسب قدرته. وبعد ما تخلص تمارين الكاردو انصحك بالتوقف لمدة 30 ثانية، علشان بيكون في حالة عدم اتزان بعد الانتهاء من تمارين الكاردو، بالتحديد لو كانت اكتر من ربع ساعة او تلت ساعة. وياريت لو الحلقة عجبتكم تبعتوها لاصدقائكم علشان الفايدة تعم على الجميع. ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي، مع الف الف سلامة.